خمس سنوات مضت منذ أن تم قص هذا الجسر الحيوي من قبل مقاتلات التحالف العربي بذريعة قطع طريق تنقل مقاتلي جماعة الحوثي إلى المحافظات والمديريات الأخرى في محافظة شبوة، ازدادت معه المعاناة وتقطعت السبل. جسر السلام هكذا أطلق عليه ليكون ناقلا للحب والسلام بدلا من نقل الحرب والدمار، تمت إعادة تأهيله من قبل السلطة المحلية قبل أشهر قليلة. هذا الطريق تعثر تنفيذه عدة سنوات، وتم اعتماد تنفيذه على حصة المحافظة من النفط بتكلفة بلغت 2 مليون دولار وبمواصفات عالية الجودة وبهندسة حديثة، أعيد بناؤه لتعود معه الحياة للمارة والمسافرين إلى جميع محافظات الجمهورية. أنا كمواطنون عانينا منذ 5 سنوات من تهدم الجسر بسبب الحرب، مما أدى إلى عوائق كثيرة، وإن شاء الله بإذن الله الجسر قارب على الانتهاء، يمثل لنا كمواطنين يعني إنجاز عظيم سيخفف من معاناتنا. والله الجسر يعني إنجاز عظيم، ونشكر من قام بهذا العمل، يعتبر إنجاز عظيم للشبوة وما يقيم من حولها، لأنه إذا شيء تسبب عرقلات في المسير، وفي كم عانت الناس لما يوم مش موجود هذا الجسر. مع اكتمال العمل من إنشاء جسر السلام تطوى معه صفحة من الألم والمعاناة التي بدأت مع قصف هذا الجسر الحيوي، وتبدأ مع افتتاحه صفحة من الأمل واليسر. جسر السلام وله من اسمه نصيب، أرادت له جماعة الحوثي أن يكون ممرا للحرب والدمار، وأراد له أبناء شبوة أن يكون ممرا للبناء والإعمار، فكان لهم ما أرادوا. عوض صالح لقناة المهرية، محافظة شبوة.